السلام عليكم حباباتي ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو يعني وصفه كوجبه عشاء ولا غداء، يعني سهله مهله وسريعه وبنينه بزاف، بتغير شويه يعني ان شاء الله تعجبكم، يعني شويه جديده. راح نديرو دي كريب سالي. فوتوا المقادير بلا ما نطول عليكم. هنا عندي حليب، عندي كاس تاع حليب، هذا الكاس الفد 250 ملي، يعني اي عبر ديروه. هنايا عندي الكاس غير هو الطحين الابيض اللي هو الفرينه لا فارين، عندي فلفل اسود شويه، عندي الثوم بودره. تنجمو ديروا ما ديروش ثوم ولا يعني تكرازوه، يعني اختياري. عندي زيت الزيتون، تنجمو تعوضوا بالزيت عادي. الملح، وعندي زوج حبات تاع بيض، وغادي نديروه بالخضره. يعني دوك معايا الخضره، غادي نطحن الخضره اللي هي الفلفل الاخضر والاحمر، يعني خليط وشويه معدنوس وشويه بصل، غادي يعني نديروها من بعد في الرحبه ان شاء الله. الوغ نبدا بسم الله، ندير ونخل هادو منا باش تشوفوا. فوالا كيما هاك، ندير الحليب تاعي، ندير معاه البيض، زوج بيض، فوالا، ندير شويه فلفل اسود، ثوم بودره، ندير الملح، قد نص ملعقه صغيره، نخلط هادو مليح، هنايا ندير زيت الزيتون في هاد الكاس، عندي ربع تاع الكاس ماشي بزاف، ربع تاع الكاس، فوالا كيما هكا، ربع تاع الكاس كيما راكم تلاحظوا ماشي بزاف. كيما قلت لكم تجيو ديروا الزيت، خلط، وهنايا نبدا ندير فرينة بسم الله، تكون مغربله من الاحسن. ندير بشويه ونخلط، تكون عندي هاد الكاس فرينه ونشوف لكن خاصني ولا راني خلطت يعني الخليط تاعي تاع الكريب. يعني شوفوا الخليط، يعني الكاس تاع فرينه تاع الطاحين هذا مكان ما درتش بزاف، يعني نتحصلوا على خليط تاع الكريب كما قلت لاحظتوا معايا، يكون ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. هذا هو ان شاء الله تكونوا تشوفوا كيما هكا، كاس حليب كاس فرينه. ابخي كاين فرينه اللي تشرب، كاين فرينه اللي ما تشربش، لكن عندكم فرينه ما تشربش زيدوا غير قد ملعقه تاع ماكله. هذا مكان هنايا عندي هاد يعني الميكسور اللي يطحن الخضره، يطحن اللحم وكاع. هنا عندي تشكيله تاع الخضر، بو عندي تشكيله عندي فلفل احمر وفلفل اخضر، لكن عندكم اصفر ديروا اصفر، حبه بصل صغيره، يعني شوفوا قدها بصل صغيره ماشي كبيره. وهنا عندي شويه خليط بين القزبر والمعدنوس، تجيو ديروا غير معدنوس وحده، انا تخليط يعني غير شويه ماشي بزاف. غادي نطحن، غادي ندير هادو كاع الخضره هنايا، البصل مقسمه نقطعها بين زوج، فوالا ندير هاد الخضره هنايا، غادي نطحنها، خذ عفوا البصل نقطعها هكا باش ما يهرسليش الروبو تاعي، البصل غير شويه كما قلت لكم حبه صغيره ونص حبه. الوغ هنايا غادي نطحن الخضره تاعي هادي كاع ونعاود نرجع لكم. راني طحنت الخضره تاعي كما كنت لاحظتوا، هاي بينا طحنتها، غادي نديرها هنايا، فوالا بسم الله، فرخها هنايا يعني بالخضره والاطفال ياكلوها، يعني وغادي نديرو فطيره ان شاء الله، فطيره تاع الكخاب بدون فرن. فوالا ندير كل شيء، فوالا بالسلامة عليها.
خلط هنايا فوالا سي بون. هذه هي راكم تلاحظوا معايا صاي سي بون. ندير المقله تاعي تاع لي كريب تحمى ونطيبو. ودروك نبداو بسم الله نديرو لي كريب تاعنا. هنايا عندي شويه تاع الزيت غير شويه فوالا ماشي بزاف يعني اللي قد مقله تكون ما تلصقش. ندهن هنايا الزيت فوالا كيما هكا. نجيب الخليط تاعي ها هنا كما كنت لاحظتوا معايا نخلط مليح يعني عشاك فوا ديرو خلطو. وهنايا بسم الله نبدا ندير فوالا بسم الله نحاول نمشيها في المقلة فوالا كيما هكا. النار راهي ناقصة كما كنت تشوفو ونخليها تطيب. فوالا كيما كنت لاحظتو راهي نشفت لي يعني كي ديرو هكا تلقوها ناشفة. هنايا بسم الله غادي نقلبها غير بشوية نقلبوها فوالا خليها طيب هنايا واحد دقيقة ولا ونقلعها. هنايا راهي طابت نقلعها نديرها هنايا هاي هنا نديرها في طبسي كما راكم تشوفوا. نعاود وحدها قدامكم بعد نكمل يعني المقلة تاعي مدهونة بالزيت غير البانسو فيه شوية زيت هي هاكا ندير فوت خفيفة فوتة خفيفة كما نقولو. نعاود بسم الله ندير الخليط كيما هكا وحاولوا تمشوا كيما هكا وفوالا مشوها مليح. وفوالا كيما هكا كل عندها كيف كيف. وهنايا خليها طيب كيما الاخرى كي نشوفها نشفد راني نعاود نقلبها كيما هذه. وكي نوصل يعني الحبه التاليه نعاود نرجع لكم يعني بالحبه التاليه غادي نبداو نديروا الفطيره نتاعنا. فوالا راني يعني في التاليه يعني درت لي ربع حبات هذه الرابعه الكميه تاعها لكم دير ربع حبات تاع لي كريب. هنايا هذه هي ناشفه فوالا راني قلبتها على الجهه هذه يعني غير تقلبوا الرابعه نبداو نديروا الحجم تاعنا. هنايا عندي جبن الموتزاريلا ولا الجبن الرابي هذاك يعني العادي. وهنا عندي شويه تاع كاشير يعني الحشو بقى اختياري. انا غندير الجبن موتزاريلا مع الكاشير لي رابيته هاد الكاشير لي رابيته. تنجمو ديرو يعني كفته تنجمو ديرو غير فرماج وحده هذاك الفرماج تاع كاري يعني كل اخت ولها يعني واش تبغي تحشي الفطيره تاعها. نبدو بسم الله يعني غير نقلبو الرابعه تمتم نبدو عمرو فوالا ندير هنايا شويه تاع الموتزاريلا كيما هاك ندير معاها شويه رابي تانيك. ندير معاها شويه جبن مبشور فوالا هنايا مبقاش نكترو بصح نديرو وحده فوق وحده. ندير شويه تاع كاشير لي رابيته ولا طون ولا كفته ولا جبن يعني كيما تبغوا شويه تاع كاشير كيما هاك. تبغوا ديروا الزيتون تاني اللي بغيتو فوالا. هنايا نعاود ندير فطيره هاد الكريب وحده نحاول هكا نضرك على يديا فوالا. نعاود موتزاريلا وانا رايحه حتى نكمل التاليه فوالا كيما هكا. هنايا موتزاريلا نحاول نوزعها كاع جبن مبشور فوالا الكاشير نعاود نبلع نحاول ندير كيما هكا وغادي نعمر هذه تاني. درت التاليه كما كنت تلاحظوا
هنايا من الفوق تبغوا تخلوها من الفوق كيما هكا ما ديروا والو، تبغوا ديروا كيما انايا جبن مبشور كيما هكا من الفوق فوالا هكا شويه يعطيها شك شباب، وتخلوها كيما هكا. هذه اختياريه كما قلت لكم. وندير فوقها شويه تاع سانوج ونغطيها بيان سور فوالا، شويه سانوج هكا من الفوق فوالا. راني نغطيها بالبلاع النار ناقصه، نخليها يعني هذاك الجبن الموتزاريلا وهاد الجبن يذوب لنا يعني واحد 5 دقائق ميم با، يعني دقائق، ونشوفوها ان شاء الله واجده. يعني غادي تنزلوها يعني بالخف، ديروها هكا في الطبسي تاعكم تاع التقديم. هذه هي دوك غادي طيب لي نغطيها ونرجع لكم ان شاء الله ونشوفوها. فوالا حبيباتي هي الفطيره تاعنا، هي وجدت. راني يعني قطعتها يعني باش ما نطولش عليكم فيديو، كما راكم تشوفوا يعني شو كي جات من الداخل فريمون جبنينه، تجي روعه سهله مهله. هاي من الفطيره تاعنا، يعني تشوفوا الطبقات كما راكم تلاحظوا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. يعني تجمو ترافقوها بالحساء ولا باللونتي، انا درتها للفطور ولادي باللونتي، ان شاء الله تجربوها. هذه هي ودروك حبيباتي، تهلاو في رواحكم، نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات اخرى، والسلام.